لما درسنا حكاية الأمور الجنسية المثلية وانتشارها وتأثيرها، فقررنا السنة دي في كل كنايسنا برا مصر وجوه مصر إن إحنا نعمل مجموعات من التوعية تحت عنوان أسرتي مقدسة، My family is holy. وابتدينا نأكد على الأصول بتاعة الأسرة الصح في كل الاجتماعات، في كل المؤتمرات، في كل الخلوات، في كل العظات، بحيث ان شبابنا اللي يعني يلقط من هنا ولا يلقط من هنا، لو يفتح السوشيال ميديا يلاقي كلنا بنتكلم بلغة واحدة، ازاي اسرتي تكون مقدسة. دي نقطة مهمة جدا طبعا طبعا، وانا اتمنى الدولة نفسها تلتفت لكده، لان امور اخلاق، دي الاخلاق اللي هي يعني يقول لك فلان ده اخلاقه عاليه، ايوه، فازاي نحافظ عليه؟ ودي مسؤوليه الاسره، مسؤوليه المؤسسه التعليميه والمؤسسه الدينيه، مؤسسات الاجتماعيه، وايضا مسؤوليه الاعلام طبعا، ازاي نحافظ على نقاوه الافكار. الحقيقه دي نقط مهمه قوي، هي دي المساله، ان التحديات صعبه. يعني يمكن أنا بتكلم في ده لأن أنا لقيت أصبح في منصات رقمية بتعرض محتويات للأطفال، أصبحت متاحة خلاص في الشرق الأوسط، عندنا جالية كبيرة موجودة برة في المهجر، الولاد دول هيتعاطوا مع أفكار مش بتاعتنا، ولا في الدين ولا في أخلاقنا ولا في أعرفنا ولا في تقاليدنا، هنتعامل مع كل التحديات دي إزاي؟ ويمكن فكرت قلت هو قداسة البابا مكتوب عليه طول الوقت التحدي. هو مش قداسة البابا بس، البلد بحياتنا وبلادنا بطبيعتها بتحافظ على الأخلاق وعلى التربية. بص، اللي بيخلي الإنسان يطلع إنسان هي البيت، الأسرة. وأحد الآيات في سفر الأمثال بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل. النفس الشبعانة من الحب جوه البيت، أخرج من البيت أواجه أي حاجة عندي مبادئ صح، قوي قوي. فالمعول هو على مؤسسة الأسرة، ولذلك الاهتمام الأول هو من خلال الأسرة مش المدرسة، الأسرة، البيت. واسمح لي أقول لحضرتك أن أنا في رأيي أن أحد أسباب انتشار الإرهاب ضعف الأسرة. مفيش إنسان إرهابي طلع من أسرة طيبة خالص، ممكن يكون متعلم متعلم في كلية كبيرة وكل حاجة وميسور الحال المادي، لا 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 لا. الأسرة، الأسرة دي الكيان اللي بيجعلها الله يستقبل الطفل، العجينة الأولى دهيت، ويربيه، يحط فيه المثل، يحط فيه الحب، حب الحياة، حب الآخر، حب الله، حب الأرض اللي أنا عايش عليها، حب العلم، بس من الأسرة. ولما ينشأ الطفل سواء شاب أو شابة هيقدر يكون أسرة جيدة، لكن لو إنسان في بيته مش بعش سامحني هيفضل جعان. وعندنا مثل مصري جميل قوي يقول لك الجوع كافر، مش كده؟ صحيح. الجوع ده احساس جسدي، معدتي فاضيه، لكن تصور انه يتحول لاحساس وجداني، الكفر، تصور. فاجعل كل طفل يشبع في الحب في بيته، في مدرسته، في المؤسسه الدينيه اللي بيحضر فيها، يشبع من الحب، يقدر يواجه العالم كله.